فاكرين لما قلنا لما نعوز نبص على الانلت بتاع الفنتريكل نجيب انهي فيو؟ فورتشيمبر صح. ومن الفورتشيمبر فيو هو مبين رايت اتريمال فنتريكل ليفت اتريمال فنتريكل هنا في ديفكت. الحته دي اهي فاضيه ما فيهاش مصل صح؟ ويبقى فيها في اس دي هنا. الصراحه كمان يعني فيها اس دي فوقها عجل. وبعدين بما ان مفيش حاجه عرفت تقسم الصمامين فالصمامين دول ما لقوش حاجه تقسمهم فبقى كومن انفال. ومن عندها يبقى عنده مرض اسمه كومبليت ابيكانال. اوكي؟ قوم الاسم الثاني للانلت في اس دي انه كانال تايب في اس دي. فالغالبيه العظمى المطلقه من البني ادمين اللي عندهم انلت في اس دي هم اكشلي بتحصل في الكونتكست بتاع الانلت. اوكي؟ نقدر نعتبر ان ده اولموست يعني اكسكلوسيف مش قوي بس يعني العين اللي عنده انلت في اس دي هو اسينشلي في الغالب كده. اوكي؟ وبيبقى هو مكانه هنا ويبقى في درس كامل في كومبليت اي كانال. ها احنا مش هنشرحه احنا بس بنقول مكانه ان كومباريزون لبقيه الحاجات. ومساعتها في الفور تشامبر بيبقى عامل كده الحته دي في النص مفيش اس دي من فوق مفيش اس دي من تحت ومفيش صمامات ماسكه فتحس انه كانه كانال واحد. فاهمين حاجه؟ ماشي. فاكرين المنظر ده اللي هو هنا هو بس زوم ان على ده. فده البرايمري كوك وده ايبي نود نمره سبتر بندل اوف هيس ماشي ناحيه كده صح؟ هو العين اللي عنده قله في اس دي هو الفي اس دي ده فين؟ هنا صح؟ فهي الحته دي على بعضها مش موجوده وبالتالي الايبي نود يعني وهي كمان ما فيش في اس دي فوقها فالحته دي على بعضها كده فاضيه هوا. الايفي نود ما ينفعش تبقى طايره كده صح؟ والبندل ماشيه في النص يعني هي محتاجه تمشي جوه تشوي. لو ده النورمال باث واي بتاع الكوندكشن العين اللي عنده كمان هي الحته دي ديفكتيف من فوق اي اس دي ومن تحت في اس دي. اما الايفي نود تضطر تزحزح نفسها ورا والبندل اوف هيست تضطر تمشي سكه طويله لحد ما تعرف توصل للمكان اللي هي عايزه فوق. ويبقى منظر الكوندكشن في الكومبليت كانال عامل كده. هي البندل بالنسبه للفي اس دي ماشيه فين؟ تحتها برضه بوستيريور انفيريور بس المين بندل اوف هيس قبل ما يحصل لها برانشنج بتمشي مسافه طويله قوي قوي على الاتش على الفي اس دي وبالتالي ريسك ان الواحد يعورها في اي حته من الحته دي كلها هو ريسك اعلى. اوكي؟ وانا الصراحه عايز اقول لكم حاجه انه الكوندكشن يعني لو ده الكريست بتاع السبتم بتاع ده كده الفي اس دي وده الكريست بتاع السبتم هتبقى ماشيه ناحيه الليفت سايد مش ناحيه الرايت سايد. اوكي؟ هتبقى ابعد شويه مننا انما ستيل ماشيه جنب الايدج انما ناحيه الليفت سايد بتاع السبتم مش ناحيه الرايت سايد. ما بيبقاش في ممبرا سبتم اصلا علشان هي الحته دي على بعضها مش موجوده والصمامات بقى مش مقسومه اثنين ومفيش واحد عالي وواحد واطي هم اصلا صمام واحد كبير. اوكي؟ وبيبقى كوندكشن في الكومبليت كانال عامل كده. مش هيبقى شكله في العمليه الايدي نود هتبقى ديسبليسد بوستيريور انفيريور مفيش اصلا تراجل اوف كوخ فتراجل اوف كوخ ده هيبقى هوا فهي هتبقى ديسبليسد بوستيريور ويمشي مسافه طويله قوي على الكريست بتاع السبتم قبل ما يكسر.